فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وربا الجاهلية موضوع، الربا حرم الله الربا، وهو على نوعين، ربا الجاهلية وربا الفضل. ربا الجاهلية هو النسيئة، هو ربا النسيئة، وذلك بأن يكون له الدين على إنسان فيعسر المدين بالسداد فيضاعف عليه الدين ويؤجله مرة ثانية، وإذا حل إما أن يربي وإما أن يسدد حتى يتضاعف الدين في ذمة الإنسان ولم يستفد شيئا، ما استفاد شيئا، وإنما تضاعف الدين في ذمته بغير حق. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فلكم رؤوس أموالكم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم، أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: هذا ربا النسيئة. وربا الفضل جاءت السنة النبوية بتحريمه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في ستة أشياء: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، والملح نعم، والذهب بالذهب. نهى صلى الله عليه وسلم عن الربا في ستة أشياء: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. ويقاس عليها ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها، فهذا يسمى ربا الفضل. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، أو هو الإجماع على تحريمه، وهو داخل في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهو داخل في عموم الربا.